انا باقي كنتسنى باش نقطع الطريق، يعني الا ما كانش عندك الصبر هنايا وانتم كتشوفوا يعني السيارات ياخذوا الحق ديالهم والمره في الانتظار. باقي 14 ثواني والميناء هو اللي امامنا، وهذا هو الوجهه ديالي. الو 5 4 3 2 1 0 انطلاقه. كلها كيدي حقه في هذه البلاد، وهذه هي الديمقراطيه وهذه هي حقوق الانسان، كل واحد كيدي الحق ديالو. هنا غادي نبدا واحد المشيه وسط حديقه، وحديقة ربما كتشوفوا هاد لي تويو الري بالتقطير. ها هما كتشوفوا هاد المصيرنات اللي غاديين. كتشوف هاد السيد فين جالس في الكرسي وكراس اخرين ولي بوبيل. شي واحد غادي يقول هاد السيد هذا اش كيورينا؟ ماشي كنوريكم في حقه، كنوري راسي كنقول علاش حنا كيدار كرسي ومن بعد كيتخرب. بون هاد التراجي هذا طويل بزاف، غادي نحاول ندخل شويش في وسط هاد الحديقه يعني بالتماثيل ديالها بالمريدين واللي اللي حلو هنايا هو كيمكن لك تجي وفي نفس الوقت انك تثقف. يعني هاد الشجره هذه اللي حدانا لهذا الجدع ديالها ها المعلومات عليها، وما مقلعه ما والو. الشجره الاخرى راه لابلاك ديالها، شجيرة أخرى هلا بلاك ديالها، شجيرة أخرى هلا بلاك ديالها، أنسي دي سويت. بون الفونداليزم عندهم كيوصل صباغة الكراسة. حنا لا، حنا هاد الويحات هادو شحال من الراس غيتشوط في العيد الكبير. ايوي وشويه ديال العشق. الناس واخدين راحتهم. واللي عنده الاطفال الصغار وبغى يجي هادو اللي بغى يشرب الماء. هنا النحاس، عشاق النحاس عندنا موجودين. هنا هالماء ماشي حتى انه كاين لي صغار بالنسبه للاطفال الصغار وبالنسبه للكبار لي زادولت. هنا عندنا هاد التحيش هذا كتشوفوه سي النحاس. دابا غتجاوبوني بصراحة، هذا عندنا في حديقة عمومية واش كان يبقى؟ أنا نقدر نقسم باليمين لا بقى، ما يكملش تما إلا كمل شي شهر لا باس. حديقة كبيرة 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 بزاف، و ما نعرف انا ما كيبان لي لا عساس هنا لا، يعني كيبان لي لي طراس ديال الماء، يعني تسقى هادشي تسقى يمكن تسقى بكري. وكاين الاماكن اللي قلت كتستعمل فيهم لي تويو، يعني هادو اللي قلت قبل قليل، يعني بارتو
وكاين اللي واخد راحته في الكرسي راه وناعس ما كاينش اللي يهضر معاه. وهنايا هذه سبق لي جيت لهنايا وصورت هذا المكان هذه يمكن سنتين، واعتقد انه ما وقع حتى شي تغيير ولا زليجات على تقلعات. ولا حديد مهرس، ما يمكنش احنا يبقى هذا الشيء، منشار ديال الحديد وما كاين غير طحن. ايوي انا جيت فيها انتور. ستاتو بقى في المكان ديالها. حنا هنا كيذكرني هاد التمثال هذا بالقراب ديال مدينه مكناس، وراه درت واحد لا فيديو عليه بانه تعرض لسرقه، سرقوا له ترازه ديالو، سرقوا له داك الاجراس، ودابا اخر مره شفتو سرقوا له، بداو كيقطعوا له النحاس من الرجلين ديالو. ورجعوا لا فيديو غتشوفوا، اللي مشى لمكناس يمكن له يتاكد من هاد الوغ الماء. وقلي لي شا ما مقلعها حد، ما مقلع لها راس، ما لان الناس مشغوله انا بلا ما نقيس الانتيميتي ديال دوك الناس. ناس داينه في شغلهم، كاين اللي هاللي ملهي بالحب، هاللي ناعس، هاللي خدام، هاللي حنا ملهيين بعضياتنا. ولا كاين شي ما نخربو، ولا كاين شي ما الو حديقة باقي ما شفت شي كرسي مقلع ولا لوحة طايرة. والحديقة طويلة طويلة بزاف، غنقطع دابا ونعاود التسجيل من جديد الحلقة الثالثة.